كل من الناس
رمز للصمود، أنكم رمز للثبات، أن تونس يمكن أن تعول عليكم، وأنه في تونس ما زالت فما نفوس وقلوب حية اللي تدافع على مدنيتها وعلى دستورها وعلى قوانينها وعلى تاريخها وعلى رموزها. مرحبا بكم. كما تعرفوا الناس الكل، احنا مزلنا اليوم في اعتصام الغضب اللي شعاره ارحلوا عنا دجاج قرضاوي، دجاج قرضاوي، دجاج ارحلوا عنا، قصوا علينا مقراتكم وقصوا حراسيكم واوراقكم ومراسلاتكم والعلوم المسمومة متاعكم. عنا في تونس شكون يقرينا تعاليم ديننا، وعنا في تونس شكون يفهمنا القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف اللي هو ديننا. أحببتم أم كرهتم ولستم أوصياء علينا، وديننا علمنا السماحة، علمنا الاعتدال، وعلمنا الوسطية، وعلمنا القبول بالآخر، وعلمنا التعايش مع من يختلف معنا في الدين وفي الأفكار وفي الرؤى. إذا كما تعرفوا قلنا، وهذا بالنسبة لنا احنا مبدأ في الحزب الدستوري الحر، أنه من الأركان الجوهرية لمقاومة الإرهاب بخلاف المقاربة الأمنية والعسكرية الضرورية اللي باش تحمي الأمن القومي، فما الثقافة وفما التربية وفما العلوم، وهذايا احنا نؤمن به. وذك علاش تونس منذ الاستقلال راهنت اولا واخرا على التعليم، والتعليم للمرأة وللرجل على قدم السواء. وذك علاش اليوم فما جبهة صد كبيرة للظلاميين وللناس هذوما اللي جايين يضحكوا على ذوقنا. تعرفوا اللي احنا متضامنين مع الفنانين ومع المثقفين فيما يعانونه اليوم من تجويع، والحكومة اللي مسكرة وذنيها على مطالبهم واللي مخليتهم يجوعوا لأدرجتهم
في السياسة نتاع المرافقة الاجتماعية والمادية والمالية ولا خليتهم يخدموا ونظمت لهم البروتوكول الصحي الكفيل بأنه يحفظ لهم لقمة العيش. إذا هذا التقصير الحكومي احنا مشينا وساندنا بدون أي حسابات وبدون أي ركوب على الأحداث، لأنه احنا حاملين برنامج ثقافي ودخلنا الانتخابات عنا برنامج انتخابي ثقافي أعده خيرة الكفاءات في المجال الثقافي في تونس. قلنا أنه تكريما للمثقفين والفنانين وكل من يفكر في هذه البلاد تفكيرا مستنيرا، ولكي نوجه رسالة للعالم أن هذا الاعتصام هو اعتصام سلمي وأن هذه التظاهرة هي تظاهرة قانونية سلمية مرخصة، أردنا أن نرسل للعالم أننا دعاة ثقافة الاستنارة وثقافة الاعتدال وثقافة الانفتاح وثقافة الدولة المدنية التونسية الحديثية العصرية البرجيبية، ولا مكان فيها للخوانجية والظلاميين. إذا نحب باسمي الخاص وباسمكم جميعا نرحب بضيوف الخيمة في هذا اليوم. ما عادش نحسب انا وصلنا للسادسة، اليوم السادس وصلنا ضيوفنا واللي هما مؤمنين بمشاركتنا في المشروع الوطني، نتشاركوا معاهم ونتحاوروا معاهم ويجيوا ويساندوا مشروع المجتمعي اللي يحمل الحزب الدستوري الحر، ونهزوا مع بعضنا وظن القفة في مناهضة هذه المنظومة المدمرة على كل المستويات. سي الهادي عيسى غني عن التعريف، تعرفوها الناس الكل، مرحبا بيك سي الهادي. سي منير الشرفي نحب نرحب بيك باسمي وباسم قيادات وهيكل واعضاء الحزب الدستوري الحر. مرصد مدنية الدولة قاعد يسمع في صوته وقاعد يساند في الدولة المدنية وبياناته قاعدة تخرج وتوصل بكل موضوعية وبدون أي حسابات سياسية. ألف شكر ليك على حضورك وألف شكر لكل أعضاء المرصد اللي أنت تمثله. سعلي العربي مرحبا بيك، يعطيك الصحة على حضورك معنا لإثراء هذه الحلقة، حلقة النقاش. وبالطبيعة سي أميرة المساند الرسمي للحزب الدستوري الحر ضد العنف ضد التطرف ضد الغلو وضد الظلاميه، مرحبا بيك، يعطيك الصحه على حضورك. نشوف في فتح جلاسي قدامي، مرحبا بيك، مرحبا بكل ضيوفنا العثمانيه، مرحبا، مرحبا بكل ضيوفنا وبكل ما التحق معنا. المعذره ما شفتكمش، وفي الافتتاح نتاع الاعتصام قالوا لي سي حمادي من جبل الله جاي، للاسف ما ريتوش، وعميدنا سي صادق بالعيد جاي زاد في الافتتاح الغالب ما ريتوش، هاو من توا في المنبر هذا نسلم عليهم ونقول لهم يعطيكم الصحه على المسانده. نحب ايضا باسمكم جميعا نحيي كل اللي قاعدين يجيونا للخيمه على امتداد الايام الفارطه واللي كتبوا لنا في السجل، السجل ذاك الذي سيذكره التاريخ، كتبوا كلمات مسانده من مثقفين من محامين من نقابيين من اطارات من شخصيات مجتمع مدني. نواب مازلت ما ريتش، يظهر لي احنا خاطر في البرلمان ما تهمناش الحاجات هذه، بون مش مشكل. كتلة ال 16 موجودة لرفع راية مدنية الدولة، ومرحبا باللي يلتحق بها بدون تشويهات وبدون أكاذيب، وما عندناش وقت باش نرجعوا على الأكاذيب، أما توا كالعادة ننشر لكم بالحجة والدليل التكذيبات لكل من تسول له أو لها نفسه أو نفسها الكذب صحيح هكا بالعربية أنه تكذب على عبير موسي ولا يكذب على عبير موسي، لأني ببساطة شديدة إنسانة مؤمنة بالقضية اللي نحملها ومؤمنة بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقي لقيادة هذا الحزب ولإبلاغ صوت تونس والشعب التونسي بمعية ظلة من قيادات الحزب ونواب الحزب وهياكل الحزب ومنخرطي الحزب وقواعد الحزب وأنصار الحزب. التحية لأنصار الحزب الدستوري الحر اللي شملتهم المدة هذه حملات التشويه ووصلوا لهم وليوا كلمة كلمتين، أنصارها قالوا لي، أنصارها عملوا لي، أنصارها كتبوا لي، الشعب التونسي هما أنصارها، وبالتالي برا عديو الشعب ولا شوفوا حل في رواحكم. احنا نلتزم بالقانون
ولسنا نقعد عنف واحنا اول ناس ما نحبوش الكلام الخايب ما نحبوش التجاوزات وساهلين على هذا. ما نطولش عليكم قبل ما نعطي الكلمه الى الاخوه الاطارات المثقفه اللي جات باش تثري معنا الحوار. كما تعرفوا الحزب الدستوري الحر يتكلم بالحجه وبالدليل. كما سمعناكم في الافتتاح سمعناكم القرضاوي اللي هو رئيس هذا التنظيم المشبوه كيفاش افتى علنا بقتل القذافي وافتى علنا باهدار الدم وافتى علنا بقتل المدنيين والعسكريين والعلماء اللي هما موالين للانظمه اللي هو يدعي ان ثوراتها خرجت من ابته. به اذا باش نوريكم توا شهادات حيه بالصوت والصوره لعناصر ارهابيه اللي هي تم تسفيرها البؤر التوتر ولا هي بيدها ساهمت في التسفير. والناس هذوما فيهم المغرر به وفيهم اللي في حاله عود باش تسمعوهم بالصوت والصوره يحكيوا لكم على تجربتهم وكيفاش الخيمات الدعويه بعد 2011 وكيفاش تمت حمايه الخطاب المتطرف بعد 2011 وكيفاش الحكومات نتاع العرايض نتاع الجبالي حمايه التطرف والمنطق الجهادي وخليت بناتنا يمشيوا لجهاد النكاح. باش تسمعوا باذنيكم انساء هو الاناء ما همش توانسه لكن المراه في كل مكان يلزم تحفظ كرامتها. فما اللي باش تقول لك كيفاش تمت دعوتها لجهاد النكاح وش معناها جهاد النكاح. نعرفوا اللي حاجه توجع وحاجه تحشم وحاجه اللي تضربنا احنا في كياننا وفي ذاتنا البشريه كنساء فوق وجه الارض، لكن يلزم نتوجعوا وما يسالش الشك وقت اللي تسمع وتقول لك اش صار فيها وشنو الذي طلب منها وماذا قامت به في هذا الجهاد المزعوم. هذوما شهادات تسمعوهم مع بعضنا ومن بعد نعطي الكلمه لسيدي عيسى لتسيير النقاش والحوار في هذه الندوه الثقافيه. واجدد تعبيري عن التضامن التام والمطلق للمثقفين والفنانين اللي خليتهم البارح بداوا في اعتصام في مدينة الثقافة. ما نعرفش اليوم مازالوا موجودين غادي والا لا، في بالي قالوا وجوبها الاعتصام بالرفض. في كل الحالات نحن معهم وندعو من هذا المنبر الحكومة سي هشام المشيشي من واجبك الاتصال بهم والتفاوض معهم لانك مجبر على ايجاد حلول لكل مواطن تونسي، فما بالك باهل الثقافة والفكر والفن. تمشي تشوف مطالبهم وتطبق طلباتهم ونحن نساند كل تحركاتهم احب من حب وكره من كره. فضلوا توا باش نعرضوا الشهادات الحية. داعية كنت نخدم في مكتب دعوي في مدينة بن قردان، ترخيص من الحكومة التونسية بعد الثورة في تونس. كانت عندها نشاطات دعوية تدعي للفكر السلفي في تونس. بدأت التزامي بدأت معرفة طريق من خيمة دعوية صارت قدام دارنا، نشوف في ضجة يعني وناس وخيمة وناس ملتحية وناس لابسة نقاب. استغربت شنو هذا، مشيت نشوف فضول، لقيت اللي حصلت. شفت يدعو معناها البنات المسلمات اللي يعني لبسوا اللباس العفة والطهارة وكل، عجبني أثر فيها الكلام. دخلت للخيمة الدعوية لبست الحجاب الشرعي. يعني وقتها وقت الحديث عن الجهاد في سوريا، الجهاد في العراق، الجهاد في كذا، يعني حث على الهجرة، حث على الهجرة والجهاد في سبيل الله. رغبت بذلك؟ رغبت أكيدا. كنت امام جامع ورجاله والتكبير والله اكبر ومعتصماه واسلاماه وجهاداه واخواننا المسلمين وكذا وكذا واعراضنا وجهاد فرض على كل مسلم. وهذا هو معناها الزمن فيه، معناها فيه مفروض فيه الجهاد على كل معناها معين على كل انسان، كانت امراه، راجل، ولد، عبد، الناس كلها لازم تجاهد. فبالتالي صارت الظروف السياسيه في تونس، تبدلت حكومة الإخوان اللي عطتنا احنا حكومة النهضة اللي عطتنا ترخيص الجمعية، فتم حظر الجمعية هذه، منع نشاطاتها. وجهت لجمعيتنا أنها محسوبة على المتعاطفة مع تيار أنصار الشريعة ومتعاونة معها، فتم حظر الجمعية على هذا الأساس بحكم أنها هي كانت متعاونة مع تنظيم أنصار الشريعة.
احنا في العموم كجماعه انصار الشريعه كانت لا ما نخفيش من الشيء هذا، كانت اقرب تيار لنا لانها التيار الوحيد في تونس الذي كان ينادي بتطبيق الشريعه في تونس. شنو يدير لكم؟ يدعوك يعطوك مطويه، بعدين شنو يصير؟ انت اول تقتنع بالمطويه تولي تفرقها انت. يعني اصلا الاول الاصل من هو اللي دار المطويه ما تعرفيش. انا دريتك مثلا عطيتك المطويه هذه، انت اقتنعتي بها، خلاص الامر بمعروف والنهي عن المنكر، صراحة حق عليك انك توصلها. يعني اصبحتي من قارئه المطويه الى موزعتها. حتى في محل والله صدقيني حتى انسانه عزوز كبيره ما تفهمش وش تبدا المطويات الجهاديكي في المحل ويخش بياخذ خبزه يهز مطويه. صدقيني حتى مزينه حتى مكتبه. يعني وقتها كانت كلمه الجهاد امام العلم وامام السلطات عاديه بتكلم حق عادي قدام الناس الكل، حتى الاناشيد حتى الصور نتاع المجاهدين ونتاع تفجيرات قدام الناس الكل. يعني ولا مرة أجهزة الدولة داهمت هذه لا ولا مرة أصلاً يحرصوا يعني في الخيمات الدعوية هذه تجي يعني للسيارات للشرطة تحرص في الخيمات الدعوية هذه. هل كان العلم الأسود يرفع؟ يرفع الذي يرفع في الدولة الإسلامية يرفع في الخيمات الدعوية في تونس في قلب تونس في المناطق السياحية في سوسة المناطق السياحية بالمستير وكان تحرص والله العلي العظيم كان تحرصها يعني صارت الشرطة. هل أنت معنى قولي مخي أنا بسيط به عقل بسيط أنا غفران عمري 14 سنة و15 سنة معناها باش يجي على بالي إنه هذا باطل كيف؟ يعني إنه جوا من محيطة بنا كلها تدعو نفس الفكر الخيمات الدعوية وكل الناس تشوفها تدعو لهذا الفكر منين يجي على بالي إنه هذا باطل ولا إن هذا ما يجيش ولا هذا من ليس من الإسلام ولا في فكر غيره باش نتعرف عليه ونشوفه ولا نقارن ما فيش في فكر واحد هو فكر جهادي. وقتها كانت الخيمات الدعوية موجودة تقريبا كل نهار تلقاها في حومة. نهارتها بنتي مشيت حضرت الخيمة الدعوية كان رأسها سامي الجندوبي اللي هو سامي بن معمر كان إمام متاع جامع الهداي في سيدي عبد الحميد في سوسة كان معناتها إمام متاع جامع. مشاو حضروا مشات غفران اللي كانت حضرت في الخيمه هذيك وقت اللي كانت الخيمه هذيك في حمايه وزاره الداخلي كانت محروس معناتها ماهيش ممنوعه وماهيش بالسرقه كانت في العنن تجي خيمه تتنصب في حومه في شارع رئيسي ويحضر البيلي والخايب. ايه بنتي عمرها ذكية عمرها 15 عام ولا 14 عام تاثرت بك الكلام ذكية وقت توصل هم يلبسوها وقت اللي يقول فيها كلام مزيان يقولها انت قمر وانت مزيانه وانت ما شاء الله عليك وانت جوهره وانت كذا كيفاش بنتي ما تفرحش وما تطوعش وما تلبسش اللبس هذاك كيف قال وقت هو يحكي فيه في ميكرو معناتها الناس الكل تسمع حتى اللي بعيد يسمع. اول درس حضرته في الجامعه رفعني ليه هو الكفر بالطاغوت ومن الله والجهاد في سوريا والحكام البلدان كلها كافره دام الحكام تونس واخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا والجهاد فرض. خفت شوي لكن فرحت عجبني كلام في حماس في سحنة. هل حية على الجهاد كانت داخلها وقت اللي انت تلبس ومتغدوا يعرفوك يتعقبوا اثارك ويجيوك للدار ويجيك اخو ويجيك اخوات ويبدوا يعلموا فيك من لول اصول الدين وكيفنها ومن بعد تالي الجهاد يصير يدعوك جهاد معتلي في المساجد في الحلقات بكيبة ما بين صلاة العشاء وصلاة المغرب كانت تصور الدروس وقتها هما يحكوا لك على الجهاد ويشجعوك عليه وكانت معناتها حكيت على الجهاد علاش وما كان في الجامع ما كانش كان في الجامع حبيب اللوز وقف وقال أنا لو جيت شباب راني نمشي معاه لو جيت أنا في سن الشباب راني تلقاني أول واحد نمشي لسوري راشد الغنوش قال هذوكم شباب مش ضايعين هذوكم شباب يدافعوا على دينهم لو جيت اني منهم قاعد شبين شجعهم معناتها ما كانتش الدوله رافضه الشيء هذا علاش يقولوا بناتي علاش تحس فيهم بناتي ولا غير لكن انت كدوله كنت تدعي للشيء هذا وكنت تشجعي عليه وكنت تسفري له كيفاش تلوم عليهم ولا تلومي علي اني على الوالدين وكنت وقت اللي اني نرفض ولا وقت كان الامام يجيني حطيش لداري وكان يهددني بالحق كانوا حافظين كل كلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق معناتها أني كنت نقول لهم هذا ما يجيش معناتها أني نعصي في ربي ما يلزمش بلادي يطوعوني يلزمهم مش يعملوا غصبا عني.
اقتنعت وقتها؟ إن شافت على مدى 3 أشهر وأنه واجب أنني البلاد هذه من أشفاها خطر لا تحكم الشارع وأني لازم يمشي في سوريا سوريا في مدولة العيش في مناطق يحكم بالإسلام. يعني وقتها هو كان يقول لك أنك ستذهب وأن ليبيا مجرد معبر فقط للتوجه إلى الضفة الأخرى وهي سوريا. سوريا يعني وقتها منير ماذا كان تفكيرك ينصب حول ماذا؟ حول القتال في سوريا؟ قتال في سوريا وفي مدولة العيش هو أكثر حاجة ركزي عليها أنك ما تعيش في الشريعة في الصلاة دائما في المسجد تحفظ القرآن ما تشوفش فهمت نساء متبرجات هكذا هذا فهمت لك أنا عندنا. يعني أنت كنت تقصد بذهابك حلم ما يسمى بالدولة الإسلامية؟ نعم هذا هو. طيب لقاؤكم أنتم كشباب يعني كنتم ترغبون في الجهاد؟ عادي وكما هم يتقابلوا في المقاهي هم يتقابلوا في المقاهي وهم يتجمعوا باش يحكموا العلمانية في تونس وحنا نجمعوا نحكيوا على روحنا نحكيوا على الجهاد ونحكيوا على أهل السنة وعلى الموحدين وعلى التوحيد. لا يعني ذهبت من صفاقس إلى منطقة بنقردان؟ بنقردان دخلت على الأرض الليبية خلصة تهريب ثم انتقلت. كنت لوحدك؟ وأنا 7 أنفار تونسيين؟ نعم من مختلف المناطق؟ من مختلف المناطق ما نعرفهمش هذا. ألم يكن هنالك تخوف من إمساكك مثلا من قبل القوى الأمنية خاصة وأن منطقة بنقردان يعني معروفة بهذه الشبكات والخلايا النائمة فيها؟ لا كنا عاملين الحراك في بنقردان معناتها احنا عندنا طريقة نخرج بها ونعرف وقتاش يصير التبديل لقاءات التفتيش؟ إي وقتاش يصير الواحد احنا ندخلوا معناتها فما شكون يسير فينا معناتها ماناش جايين هكاكا نعرفوا شنو النقاط وين بالضبط وشنو فما وفي شكون انا جاي معايا معناتها جاء على سيارته الخاصة وجاب معاه 5 من الأخوة وهو في يعني تعتقدين أنك كنت ضحية؟ هي ضحية ضحية لعبة سياسية أنا من كان ما نقولش الحكومة المناطق اللي كانت تمسك فيها تحقيق عندهم علم أنني بنطلع علاش ما ردعونيش؟ علاش ما شدونيش؟ لأنه هو شد المكالمة بيني وبين أختي منطقة المنستير شدت المكالمة بيني وأختي والتخطيط وين بنمشي وكيف بنجي وأنا يوم بنطلع فيه مدولي المكالمة مكتوبة في ورقة وقالوا لي بنروح في الأصل في القانون تشدني عليها هذه ونشدنيش صح ولا؟ انت ما شدتنيش انت اللي خليتني اصلا يقول لي برا امشوا ليبيا خلينا تقعدوا لنا هنا واصلا لما جيت انا هنا وخلطت عليه فاتن قالت لي لما مشيت تتحقق قالوا لها احسن من خير تفجر روحها في ليبيا ولا تفجر روحها في تونس اني ما نهمكش قلت لك توقفت وتوقفت اسبوع وقابلت حاكم التحقيق وخرجت ونظر لها شرط لا مشروط وصارت برشا غرايب وقتها في المحكمه وجملتهم فما مكالمات هاتفية جايتني وبنتي معناتها وقتها موقوفة وطمنوني وقالوا لي راهي باش تخرج ومن غير ما تتعب روحك ومن غير ما تعمل حتى حاجة تعودوا ما تقابل حق متحقق راهي باش تخرج روح بها كما مثلا خرجت بلاش نقاب هي في الجيور متاع المحكمة وجاها النقاب ودخلت للحاكم التحقيق وقلت له راي بنتي جابولها نقاب وهي توا في المحكمة موقوفة عندك وكش علي وقال لي دبر راسها هي حرة وحاولش باش يعرف حتى شكون دخل لها النقاب. يعني احسستي وقتها انه هنالك تواطؤ من بعض الجهات؟ واضح بديت من وقت يعني من لول استغربت من لول قلت شكون مشي في بالي جست ناس عاديين مثلا البر كيفها ممكن هكا حبوا يعاونوها هذا اللي مشي في بالي لكن بطوال المدة بعد تالي وكثرة توقفات وتوقفتهم رحمة عرفت اللي ما همش ناس عاديين اللي كانوا يتصلوا بيا كاكا واللي كانوا يساندوا في رحمة اللي هم مش ناس عاديين اللي هم ناس يا أما يكونوا من الداخلية يا أما هم يكونوا من السلك القضائي يا أما معناتها ناس خاطر رحمة توقفت عديد المرات وكنت أني اللي نمشي نعلم عليها وكانت رحمة تشد بالمحجوز متاعها اللي هم مثلا منشورات كتب تحرض على الجهاد وتحرض على واحد وكان قدامي يعلموا الأعوان يعلموا وكل جمهورية مثلا وكل جمهورية يقول يخلي سبيلها من غادي كان يحاولش حتى يوقفها قدامه جملة وتفسير لنكن اليوم أكثر جرأة ونتحدث من ورط
رحمة وغفران في التنظيم الإرهابي. نقولها في كلمة برك واضحة وصريحة، حركة النهضة، حركة النهضة بدرجة أولى. يعني تعتقدين اليوم أنك كنت ضحية؟ هي ضحية، ضحية لعبة سياسية. أنا من كان نقولش الحكومة، المناطق اللي كانت تمسك فيها تحقيق عندهم علم أنني بنطلع، علاش ما ردعونيش؟ علاش ما شدونيش؟ لأنه هو شد المكالمة بيني وبين أختي، منطقة المنسير شدت المكالمة بيني وأختي، والتخطيط وين بنمشي وكيف بنجي وأنا يوم بنطلع فيه. مدولي المكالمة مكتوبة في ورقة وقالوا لي بنروح. في الأصل في القانون تشدني على هذه وما تشدنيش، صح ولا؟ أنت ما شدتنيش، أنت اللي خليتني. أصلا يقول لي برا امشوا لليبيا خير ما تقعدوا لنا هنا. واصلا لما جيت انا هنا وخلطت عليه فاتن قالت لي لما مشيت تتحقق قالوا لها احسن من خير تفجر روحها في ليبيا ولا تفجر روحها في تونس، راني ما نهمكش. قلت لك مشيت لها رفعت لها بطاقه تعريف لحد شيء، قلت هي مغامره كان شدوني هم شدوني. مشيت لبن قردان، في بن قردان اتصل بيا شخص قال لي شوي ونجيك، جتني سياره ليبيه فيها شخص ليبي عسايل ماشي مالي بنمشي على الصحراء، ما عنديش علم اني بنمشي معبر. مد لي جواز فيه صورتي وقال لي ها هذا جوازك. ليبي وصلتي الى سبراتا، وجدتي نفسك امام منزل الزوج، ودخلتي وجدتي سلاح الجهاد الذي كنت تتمنينه. اسم الزوج كان احمد منصور، وفي الحقيقه نور الدين شوشان القيادي الارهابي التونسي البارز. خلال تلك الفتره فكره الجهاد اين بقيت داخل عقل رحمه؟ والله في الفتره ذيك قاعده فكره الجهاد، لأنني ما جيتش متزوج الفترة ذيك، ما جيتش متزوج ونعيش حياة سعيدة زي ما نلقى فيها وزوج وطبخ وغسيل. أني ماشي بالي وين جي نلقى جهاد وقتال زي ما نقولوا شهادة ونطلع فردوس الأعلى، نلقى روحي في حوش الماكياج ونطيب. طيب ماذا كان إحساسك وأنت ترينك فاشين فاو داخل المنزل؟ عادي مع الأيام تعودت، من الأول كان حاجة واو حاجة. أنا ترغبي في تجربة؟ جربت. كان سهل؟ سهل والله سهل، أسهل من الطبخ والمكياج. أنا هو عندهم علم الثوار في ليبيا في صبراطة، قالوا حنين مدولك، صدقيني الحوار هذا سمعته بأذني، قالوا له حنين مدولك سلاح، مدولك سرادين الكلاش، مدولك اللي تبي القوادف، لكن ما تديروا شيء في صبراطة، تبوا نهار اللي تبوا تروحوا لتونس حنين نفتحوا لكم المعبر روحوا منه. كان هذا الاتفاق. معسكر التدريب كان حول ماذا يعني؟ تدرب على سلاح كلاشينكوف فقط؟ والله كنا ولا أول شيء بإعداد بدني. المشرف كان؟ مشرف عمادي. عمادي وبشير هذول مشرفين للزوز. ثم فهمت لله تركيب وفك وتركيب. ما يسمون بقية كلاش. فهمت؟ وكنا فهمت لله كنا ناخذ حتى في كان طارد لنا مقاطع حول الأسلحة، نوعية السلاح، نشأته، كيف استخدامه، هكذا كان مقاطع تعرض لنا، كانت تعطينا دروس دينية، يأتي فمثلا ما يسمى بالشيخ بن هلالين، كان يعطينا دروس دينية، ثم أتى ليلة من قال رغم تبايعوا فهمت الله والعودة إلى تونس. لغرض؟ غرض فهمت لله قال لا ودي تونس سيطر على مناطق وكذا 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 وإقامة فهمت لله دولة إسلامية هناك. هذا الذي كنت لا أعلمه من البداية. هذه أول صدمة تعرضت لي. هل يمكن غفران أن نعتبر أن صبراتة كانت القاعدة التي تود ضرب تونس مثلا، يعني القاعدة التي كانت خلية لتدبير بعض العمليات داخل تونس لتدريب بعض العناصر للدخول إلى تونس؟ صح، هذه هي الخلية اللي نقولها لك. حتى العمليات اللي صارت يعني الإرهابية اللي صارت اللي في تونس والتفجيرات وضرب وكلها من صبراتة، كلها من الأشخاص الموجودة في صبراتة. فهمتي معناها؟ هي هما الرأس المدبر اللي صايرين، العمليات اللي صارت في تونس هما اللي خطوا لها، هم اللي قاموا بها، هم اللي برمجوا لها، هم اللي دخلوا السلاح، هم اللي ضربوا الناس. ISIS training camp in... بدأت بشخص اسمه بشار عوض، فطلب مني اني اروح اتطوع بالجيش. قال لي بدي انت متجوز ثلاث نسوان، قلت له نعم، فطلب مني اني اجيب واحده من نسواني.
انه شان جهد بالنكاح. قال لي هذا يا ابني جهاد في سبيل الله وانتم رايحين على الجنه وهذول ما لهم حدا هون ما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون. اتصلت انا على مرتي فاطمه. بقول لي فاطمه تعي في رقم نزرع بدنا نشطفها بس لا تجيبي ابنك معك وكله ماشي. ويقول لي هلا بدك تشارك بجهاد النكاح. قلت له كيف يعني؟ انا بعرف شو جهاد النكاح. قال لي يعني بدك تنامي مع عده اشخاص. صحت حالي ومشيت انا تركت. فوت علي ست على الغرفه، طمشت لعيوني ربطت لي ايدي ضربني كف وحطني على التخت. قال لي في قدامك موجود سته. هلا بدي هذول كلهم بده يتجوزوا منك. شفته السته. قال له حط ايدك، حط ايده. قال له قبلت؟ قال له قبلت. قال له يلا زوجتك موكلتي على سنه الله ورسوله. وقرب فاتحه ومارس معاه ساعتين. بعد الساعتين رجع كذاب الامر جاب لي واحد. قال كل ساعتين جيب واحد. لا شبك يا فاطمه ليش هيك يعني شو صاير معك؟ قلت له انت زلمه ما بتخاف من الله وانا ما بعرف هذا الشيء بده يصير. وفيك كمان ما جبت له. طلعت هيك على الحيط لقيت في علم. قلت له شو هذا؟ قام قال لي هذا تابع لجبهة النصرة وأنا خائف كثير بأسود التوحيد. بعد يومين ثلاثة جيت لعنده. قلت له أنا موافقة إنك تكتب كتابك علي. وقف بيقول لي فريال أنا بدي أحكي معك موضوع. قلت له شو هو الموضوع؟ أنت بدك تشتغلي معانا. بدي اكتب كتابك على واحد غيري وفي عدة اشخاص. جيت لعنده قلت له انا موافقة واني بدي اشتغل معك وهيك. جاب شخص اسمه الشيخ اياد عويجان ابو نزير. زوجني له. قال له هلا بس تتزوجها بس تطلع من عنده انت بتطلقها. طلع اياد طلقني وطلع. ريحت نص ساعة اجى شخص ثاني. طبعا بعد ما غسلت وتحممت ولبست اجى شخص ثاني. كمان كتب كتابه علي كمان نفس الحركة. بعد نص ساعة تحممت وساويت حالي كمان رجع جاب لي شخص اسمه محمد حسين كمان كتب كتابه علي بنفس الطريقة. يظهر لي شفتوا سمعتوا هذوما أشباح ولا عبيد؟ وعبيد ولا ليه؟ وهذوما ناس يحكيوا على وقايع وإلا ليه؟ هذايا يستحق إنه نحقوا فيه ولا ليه؟ يستحق انه نعملوا الانابات القضائيه ضروريه ونبعثوا حاكم التحقيق وفما اتفاقيات قضائيه وبيننا وبين الجزائر ونمشيو نتصلوا بالمذيعه ونتصلوا بالناس اللي عملت البرنامج ونطلبوا الدخول الى هذه البلايص اللي هما فيها ونسمعوهم ونثبتوا من الامور التقنيه نثبتوا هل وهي عمليه مونتاج او لا ايه هذا نستحق ولا لا؟ هذوما نساء اللي يحكيو في الشيء هذي قطرة من بحر. هذا صار على بناتنا هاكا حكاية ولاد. هذا يستحق نحقو وندقو فيه ولا لا؟ هذي الكل وصل للمحكمة قدمناه مع مجموعة أخرى من المؤيدات قدمناه ووثقناه في عدل منفذ وطلبنا من النيابة العمومية تفتح بحث في الموضوع هذا بتاع شبكة التسفير يمشيونا ويجيبونا نهارين في العوينة يقريب 8 سوايع باش ياخذوا من عنا المعطيات وكأنهم يحبوا يعرفوا احنا اش عنا مش يحبوا باش يحقوا. اعطيناهم هذا قلنا لهم الوثائق نتاع لجنة التحقيق البرلمانية نتاع التسفير هذيك اللي عملوها كل مدة وكل مرة تخرج فضايح وخرجت ليلى الشتاوي حكيت وقالت عبد الحكيم بالحاج شنو دوره وحكي وقالوا محاضر نتاع امن وداخليه محطوط فيها الموضوع هذايا وخرجت هيلا عمران اللي كانت رئيسة اللجنه وقالت راهي فما مسؤوليه سياسيه. من بعد شكون اللي حقق؟ فاطمه المسدي اش عندنا فيها اش تحكي معانا؟ من وقت هذيلا كيف تحكي فيه الموضوع هذا تاع غماوط البارح عيطولها كمتهمه. اذا بعد هذايا الكل اعطيناهم زيدا وثائق عطاوها لنا على تدليس جوازات السفر. وذوك من اللي حكيت عليهم واحده من الارابيين واحد منهم ما كانش معهد العفو والتشريع العام
خرجوهم واعطوهم باسبوراتهم واعطوهم اوراقهم ومن بعد عاودوا جابوا وهزوا بلادنا وعملوا الارهاب وعملوا الدنيا الكل. هذايا الكل من بعد حكينا لهم على اتحاد القرضاوي، حكينا لهم على الفلوس اللي تجي من قطر، وغدوه هكا في بالكم من توا موعد على الفيسبوك، ردوا بينا من سينيال ما توا نسجلها مباشر، باش الغدوه باش نعمل لكم توقيت فيديو مباشر على الفيسبوك بالاوراق بالوثائق، باش نعطيكم النظام الاساسي نتاع التنظيم الارهابي، باش نعطيكم الوثائق القانونيه اللي يستند عليها التنظيم هذايا، وشنو هي الخدمه وكيفاش تحيلوا باش خذاو الترخيص لهنا في تونس. فما حاجات خبيوها كيما الحزب نتاعهم الاخوانجيه، عملوا نظام اساسي مفبرك زعما زعما راهم هما حزب مدني، واول ما خذوا الحكم عملوا مؤتمر وبدلوا الدنيا الكل وحطوا المرجعيه نتاعهم الدينيه وبداوا يخدموا على رواحهم. شفتوا لهنا الاسامي نتاع الحكومات، شفتوا الاسامي نتاع الاشخاص، شفتوا ناس تحكي في امور ملموسه. بعد هذا الكل شيخسروا علينا، لا مشاو عملوا مكاتبه لمجلس النواب باش يجيبوا الوثائق نتاع لجنه التسفير، لا مشاو عملوا انابه قضائيه وعملوا تعاون مع الجزائر باش يجيبوا المؤيدات، لا عملوا تعاون مع سوريا اللي قاعدين يدعيوا انه تقطع العلاقات وتقعد مقطوعه مع سوريا، خاطر خايفين الفضايح لا تخرج، وحاضرين وخايفين لا يفيقوا شكون اللي عمل الدعوه للجهاد والدنيا دي الكل. بعد هذا الكل شيخسروا علينا الحفظ لعدم كفاية الحجة، ما سمعوا شيء وما عملوا شيء، عيطوا شوية لذيك عائلتي ظلي عائلات من عائلات وقال لك ليه لقينا ما عندهمش علاقة برجل الغنوشي وما قابلوه حتى مرة وكاهو في الموضوع. يعني قلنا لهم اعملوا تسخير من لجنة التحاليل المالية، اعملوا لنا جيبوا لنا ليكونت من البنك سنترال ومن بنك الزيتونة، جيبوا الليجين شيء. الشهداء هذوما الكل اللي هكاكا امنيين في عز شبابهم وعسكريين وهذوما اللي مشاو هكا ضربه واحده 12 واحد من الامن الرئاسي، شخسروا عليهم؟ خسروا عليهم، صفوهم سنادق سنادق وحطوا لهم وسام وعطوهم ترقيه هما بعد ما ماتوا، ومن بعد كهو بسلامه سعيكم مشكور. الاختيارات السياسيه اخرى المنظر هذيك ما يستحقش باش نحلوا فيه وباش نحقوا فيه، ومن بعد يجي يقول لك ليه انت اقصائيه وانت استبداديه وانت ما تحبش التعايش والتعاون وهذوما مدنيين. شكون جابوا الاتحاد هذايا لمدنيين والجهاد اللي حكيت عليه الطفله؟ شكون جابوا؟ وهكا قال لكم الطفل، قال لكم انا تصدمت كي وصلت غادي، خاطر من الاول يعملونا في حلقات دينيه زعما زعما هكا الفقه والطهاره والدرشنيه يغطيوا بها هذيك من الاول، ومن بعد يزلق الجهاد فرض عين واللي بيده واللي بلسانه واللي بكذا، وتبدا المنظومه ومن بعد يقولوا له انت عايش في بلاد ما يطبقوش الشريعه ويمنعوا في تعدد الزوجات وعندهم مجله الاحوال الشخصيه هذه احنا ماهيش مطابقه للشرع وما حشناش بها، ما تعيشوش في بلاد كيما هذه. قال لك هكا ما تراش نساء متبرجات، هو يقصد متبرجات احنا اللي هكا انا هذه يسميوها متبرجات، باش انت ما تعيشش في الارض هذه، يا اما تهز السلاح ضد الدوله باش تبدل النظام نتاع الدوله وترد على دوله الخلافه نتاعهم، يا اما تمشي تجاهد البرا حتى لين هما يتمكنوا من البلاد وياخذوا هما الحكم ويعيطوا لهم عاد هذوك الحمل ناتن ما يلو لما ليه ويجيبوهم لك هما والنتائج اللي انجرت عليهم. هذا شقاعد صاير وراو فيه بعينينا وماناش بله ولا سذج مش ما نفهموش. وقعد غطي غطي ايه توا وقته هذا احنا ناقشوا في قانون الماليه، الفضايح اللي وصلنا لها توا في قانون الماليه وبنك سنترال عمركم شريتوا لجنه نتاع ماليه تصادق على قانون تعديلي قبل ما تجيها الراي نتاع البنك سنترال، عمركم شريتوا حكومه تجيب قانون ماليه تعديلي للمره الثانيه وما تعرضوش على البنك سنترال. ايه توا صادقت لجنه الماليه صادقت على القانون التعديلي نتاع 2020، وبعد ما هي صادقت جيهم الرد نتاع البنك السنترال قال لهم انا ما نمولش العجز نتاع الميزانيه وكان تحبوني نمول خذوا لي ترخيص استثنائي من البرلمان. والترخيص الاستثنائي قال لهم تحطوهولي في القانون التعديلي. يعني احنا توا في وضعيه اللجنه صادقت على قانون والقانون هذاك توا يمكن باش يتعدى للجلسه العامه والبنك السنترال عطى الوثيقه نتاعو قال لك انا كان ما تعطيونيش ترخيص استثنائي ما نمولش العجز نتاع الميزانيه. شكون وصلنا لهذا؟ شكون وصلنا؟ هما وصلونا بالشيء اللي عملوه هذايا وهي بيت هي بيت هي بيت. وهاني نقول لكم من توا تعرفوا شنو يحبوا هما ما توا فلسوا الدنيا كل
وما عندكش منين تمول عشر ميزانية ودخلوا المؤسسات في بعضها باش سيدهم الشيخ يجيك في البرلمان ويقول لك او جاي الصندوق القطري بتاع التنمية ذاك او الاستثمار كان يحبوا يعديوها عام ناول هذيك الطريقة الوحيدة اللي باش تعاوننا وتدفعوا الاستثمار وتنقذوا البلاد والعباد واتفاقية تركيا وتونسية يلزمها اتفاقية قطر بتاع عام ناول وكان انتوما ما تعديوش الاتفاقيات هذوكم يعني انتوما ضد الدولة وضد الشعب وتحبوا الشعب يجوع وباش يخرجونا يقولونا انتوما اعداء الوطن لانه عندنا حل باش نمنعوا البلاد وانتوما ما حبيتوش يحبوا يلزونا راسنا راس الحيط يا تاكل يا اما بلادك مشات هذا وين؟ إذا الكل مربوط ببعضه. الكل مربوط ببعضه عمرك ما تتصور فما صلاح اقتصادي ولا فما توازنات مالية ولا فما أمور باش ترجع اللي هي الوضع الطبيعي في ظل حكمهم هما لأنهم مكلفين بتدمير الدولة. كيف كيف الملف الليبي وتوا اللي هاو حلوا المعبر ظاهريا حلوا المعبر للأمور التجارية الله أعلم. كي يخرج لك وزير الدفاع يقول لك الحكايات هذيك الخطيرة. يخرج لك وزير داخليه يقول الامور الاختيره، يعني توا ولات الدوله تعترف بانه فما امور ماهيش عاديه، وكي ترجعوا انتوما للخطاب نتاع شيخهم في 2011 الجيش مش مضمون والامن مش مضمون، قال لهم براو كونوا جمعيات، وزرحوا انتوما في الجمعيات حتى احنا نستولين على الحكم، توا وقتها نعرفوا كيفاش نخدموا. المخطط واضح وظاهر وما يستحقش ياسر ذكاء، ولذلك الحزب الدستوري الحر مصر في هذه الظروف. وفي هذا الوضع وفي الشتاء وفي الرعد وفي الوباء وفي اللي تحب انت يلزم يقف النزيف. منظومة التمويل يلزمها تتسكر، سكر الفانا بتاع تمويل الارهاب. سكر الفانا بتاع تأويل الارهاب. هذا اللي يلزم. وحللنا الفانا بتاع الثقافة يعيشكم واحنا توا باش نحلوا الفانا بتاع الثقافة بالخيمة هذي طولت عليكم، تفضل سيدي الكلمة عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الأكارم، باسمي وباسم زملائي الحاضرين معي، سي منير الشرفي، سي عمير علي الصغير، سي علي بالعربي، يسعدني أن أرفع إليكم جميعا تحية تقدير ومحبة بمختلف رتبكم ومهامكم، لأنه عندما نحضر في مناسبة كهذه في تجمع كهذا تنتفي كل الرتب والدرجات ولا تبقى إلا رئيسة الحزب اللي هي رمز من رموز هذا الحزب. أحييها بالمناسبة ويشرفنا أن نشرف معها على هذا الحزب. الحقيقة دعينا لنتحدث معكم ونستمع إليكم في موضوع الثقافة والإرهاب، وخير مدخل لهذا الموضوع هو ما كنا نشاهده من شهادات. أنا أعتقد ما تماش واحد يقرأ كتاب النساء والإرهاب متاع أمال الجرامي ما يخرجش بصدمة، أفك يتفرج في الشهادات هذه يخرج بصدمة أعظم، لأنه هذا كيف الحمل حي. ومن بين من استمعنا إليه سؤال، أشكون ورطك في الإرهاب؟ السؤال كان واضح والجواب كان أوضح. وأغلق القوس. سيدة الرئيسة أستاذة عبير موسي، أقترح عليك ما يلي: ثلاثة مداخلات وجيزة من زملائي، لأنه احنا في ندوة علمية ولكن مناش في ندوة أكاديمية. جئنا أنا وزملائي بمهجة وطنية مواطنية للإسهام معكم ولمساندة اعتصامكم. فإذا مداخلات وجيزة من منطلقات بديهية جدا. المنطلق الأول: تهميش الثقافة بوابة الإرهاب. المنطلق الثاني: الثقافة
سلاح ناجع من أسلحة مكافحة الإرهاب. البديهية الثالثة للأسف الثقافة هي الحلقة الضعيفة أو الأضعف حاليا في منظومة مكافحة الإرهاب، وأسطر معكم هذه الكلمة وموجودة في قانون مكافحة الإرهاب، لأننا فعلا في كفاح وفي حرب ضد الإرهاب.